فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد شخص قد حفر في بيته حفرة على شكل قبر، فسألته لما فعلت هذا؟ فقال: من أجل أنه كلما أحسست بقسوة في قلبي ذهبت إلى هذه الحفرة حتى يلين القلب، فهل فعله هذا مشروع؟ هذا ما ورد عن السلف ولا عليه دليل، وأيضا هذا من التكلف. يا أخي ليه ما تقرأ القرآن اللي فيه المواعظ وفيه التذكير وفيه العبر؟ اقرأ القرآن بتدبر وسيلين قلبك بإذن الله. القرآن يلين القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن أعظم الذكر. نعم.